السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. في الحقيقة حبيت نعمل فيديو صغير حول فوز ترامب في أمريكا ووصوله للبيت الأبيض، لأن كثير من الإخوة اتصلوا بي وقالوا لي شنو رايك في هذه الأخبار وشنو التداعيات متاعها. أنا هوني مانيش لاني باش نحلل ولاني باش نتكلم حول معناتها الأسباب اللي جعلت وصول ترامب للبيت الأبيض وغيرها من التفاصيل، لأن هذه متهمنيش. أنا أفكر أول حاجة في البلاد متاعي وفي المنطقة متاعي قبل ما نهتم بأمريكا. صحيح أن أمريكا دولة عظمى وتأثر في كل العالم، ولكن حبيت نذكر بعض النقاط المهمة اللي نشوفها أنا شخصيا فيما يخص هذا الخبر. قدرت ورقة يعني باش نذكر بعض النقاط المهمة. أول حاجة لازمنا نعرفوها، من هي أمريكا؟ معناتها قبل ما نتكلموا على أي حاجة لازمنا نعرف شكون هي أمريكا. صحيح هي توا هي القوة العظمى في العالم، وهي نجم نقولوا دولة حديثة عندها إيديولوجية وعندها فكر وعندها سياسة تتبع معناتها منذ بعض المئات من السنين، وعندها أهداف تحب توصل لي. خلينا نعرف شنية هي أمريكا. أول نقطة، راهي أمريكا اللي معناتها يتبجح بها البعض على أنها تدافع على حقوق الإنسان وحول الحريات وحول الديمقراطية وغير هذا الكل كلام فارغ. احنا نعرف أمريكا كيفاش قامت على إبادة شعب اللي هما الهنود الحمر، وهي بحد ذاتها هذه أمريكا قامت على استعباد ملايين من الأفارقة. هذاك علاش توا التركيبة فهمت متاع أمريكا هي معناتها تقريبا 20% أصلهم معناتها من الأفارقة، و 15% أصلهم تقريبا من اللاتين، والباقي طبعا هناك الأوروبيين اللي هما النسبة العليا اللي يسميهم البيض فهمت، أو الجنس الآري، وفما نسبة متاع 5% من الهند ومن الصين ومن الدول الإسلامية. يعني هذه هي تركيبة أمريكا. إذا أمريكا قامت على جريمة عندها كبيرة جدا لم يقم بها أحد فهمت، إنها أبادت شعوب. هذه نقطة مهمة جدا لازمناش ننساوها. حاجة ثانية، نعرف اللي احنا أمريكا خلال كل تاريخها فهمت تستغل الحروب لكي تستفيد هي، تستغل الفقر والجهل لكي تستفيد هي، تستغل التخلف اللي موجود في كثير من الدول لكي تستفيد هي. إذا كل مشاكل العالم يرجعوا لها بالنفع لهي، سواء في الديون اللي تعطيهم، سواء في الأسلحة اللي تبيعهم، سواء في المساعدات التي تدعي أنها تعطيهم، الكلهم يرجعوا لها بالنفع. يعني هي ما تعطي دوره لما يرجعوا لها 10 أدوار كما نقول واحد. هذه نقطة مهمة. النقطة الثالثة، أمريكا فهمت عمرها ما هي باش تكتفي بروحها فقط. يعني كما يقول ترامب احنا باش نتلهاو بروحنا وما يهمناش في العالم، هذا مستحيل، لأن أمريكا ما هيش يحكم فيها شخص. أي واحد يتقدم للانتخابات للرئاسية في أمريكا يجب يكون موافق على أن أمريكا دولة عظمى ولازمها تكون هي القائدة العظمى في تسيير الكون، وهذا مش على الدول متاعنا معناتها العالم الثالث فقط، بل تريد حتى أن تغير أوروبا اللي هي معناتها تعتبر أمها فهمت. يعني تحب أوروبا تولي كيفها. إذا أمريكا تطرح نفسها اللي هي أحسن من كل الدول في العالم، واللي هي أحسن شعب، واللي هي عندها أفضل إيديولوجية، والباقي الكل لازمهم يضمحلوا بطريقة أو بأخرى. فهي تخوض حرب عسكرية بالسلاح متاعها، حرب اقتصادية، وخاصة خاصة خاصة حرب ثقافية. كما أبادت الهنود الحمر تريد أن تبيد كل الثقافات وكل اللغات اللي موجودة في العالم والعادات والتقاليد. نشوفوا أوروبا قبل 30 سنة كيفاش ولات توا فهمت. قبل 30 سنة
فرنسا مثلا، نضرب لكم مثال على فرنسا، يعني كنت تحس روحك في فرنسا، توا اوروبا ولات كانك في امريكا. اذا عندها كل الوسائل وكل القوه باش تسيطر على الشعوب بالانتاج نتاعها، بالاختراعات نتاعها، وبل تسرق كل العقول اللي موجوده في العالم باش تهزها لعندها، باش تكون هي مركز العالم. اذا هو فكر امبريالي استعماري استغلالي، هذه مساله ما لازمناش ننسوها. يعني مهما كان اي رئيس يوصل لامريكا لازم يوافق على المساله هذه، الا في حاله واحده، انه توقع بالفعل ثوره فعليه في امريكا كما وقع معناتها في عده دول اخرى، فهمت، ويقضي على هذا السيستم وهذا القانون وهذا الدستور، وتلتزم بالفعل امريكا حدودها، وتصبح دوله مثل بقيه الدول، وما عادش تستغل الشعوب وتقهر الشعوب وتستغل ضعفهم وجهلهم وتخلفهم باش تكسب هي. هذه مسألة أولى. النقطة الثانية اللي حبيت نتكلم عليها هي ما هو الفرق من بين ما يسمى بالسياسي الملتزم والسياسي الغير ملتزم، أو ما يسمى باليمين العادي وما يطلق عليه باليمين المتطرف. الفرق الوحيد اللي من بيناتهم إنه واحد يعلن النوايا والأفكار الداخلية، واحد ما يعلنش. ما يسمى باليمين المتطرف أو السياسي أو السياسيين الغير ملتزمين، هما يتكلموا بصوت عالي ويقولوا شنو تنوي مثلا الدولة أو المنطقة أنها باش تعمل. الآخرين لا، يتكلموا لك على حقوق الإنسان وعلى الحرية وعلى الكلام الفارغ، ولكن يخدموا من تحت لتحت، وهذا من حقهم. راهو من حق كل شعب أن يحافظ على المصالح نتاعو. انا مانيش اللوم فيهم هما، انا اللوم في احنا، في احنا، احنا اللي مخلين رواحنا يستغلونا ويستفادوا من الصراعات نتاعنا. هاو صرنا شيعة، هاو عدم وجود الحريات، هاو التخلف، هاو الانحطاط، هاو الجهل، هما يساعدهم هذاك الشيء. اش خاسرين هما؟ ما خاسرين حتى شيء، فهمت؟ هاو ياخذوا في الثروات نتاعنا. شوف افريقيا اللي هي تعتبر يعني ام الانسانية، أم الإنسانية، يعني الأمريكي قبل ما معناتها يوصل لأمريكا خرج من أفريقيا، وقبل ما يوصل لآسيا خرج من أفريقيا، وقبل ما يوصل لأوروبا خرج من أفريقيا. كيفاش تعيش توا أفريقيا؟ كيفاش تعيش توا أفريقيا؟ كل أفريقيا نتكلم، على الأقل في آسيا هناك الصين، هناك الهند، هناك روسيا. في أفريقيا شنو هي القوة اللي موجودة؟ اللي تشارك مع العالم. افريقيا في الحقيقه الان في الوقت الحاضر، فهمت، ماهيش حتى شيء، هي عباره على منطقه يستغلها الجميع، الاوروبي والاسيوي والمسلم والمسيحي وكل شيء، حتى الاوروبيين يعني المسيحيين، فهمت، المسيحيه ما عادش في اوروبا، يمشيوا لافريقيا باش يردوها مسيحيين. يعني التخلف نتاع العالم اجمع يجيبوه لافريقيا، المسلمين جايين الاسلاميين في افريقيا، شمال افريقيا وفي النيجر وغيرها. اذا اي تخلف، تعرف افريقيا عباره على مزبله للايديولوجيات والافكار الموجوده مهما كانت من العالم اجمع. المهم مانيش باش نحكي في هذا الموضوع. سألني بعض الإخوة قال لي علاش أنت مثلا معناتها تأيد ترامب أو تأيد اليمين المتطرف سواء في فرنسا. أنا راني ما نأيدش هؤلاء، هؤلاء أشخاص يدعون ويقولون على حسب الخطاب نتاعهم اللي نشوفه نوعا ما معقول، أنهم يفكروا في بلدانهم وأنهم ما يريدوش يتدخلوا في العالم، فهمت. إذا أنا كملحد وكإنسان واقعي وأؤمن بالعمل ليس بالكلام، نحب نشوف هذا وقت يوصلوا للسلطة شنو باش يعملوا، هل سوف يطبقون ما قالوه أم مجرد كلام. احنا نعرفوا أن الإسلام المتطرف الحديث يعني ترعرع وكبر، فهمت، في الغرب سواء في أمريكا سواء في كندا سواء في أوروبا، فهمت، خاصة في أوروبا، غاديك فين كبر وغاديك فين ولا قوة. يعني الجرثومة كبرت غاديك،
يعني نتكلم على الحديد، فهمت؟ يعني الجرثومة هي موجودة عندها 1400 سنة، ولكن رجعت بوجه آخر وبمظهر آخر وبقوة أخرى على حسب التكنولوجيا الحديثة. الغرب هو اللي شارك، فهمت؟ بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة، حتى معناتها كيما نقولوا الساكت عن الظلم شيطان أخرس. يعني حتى كي تشوف حاجة خايبة وما تتكلمش وما تعمل حتى شيء، تسمى أنت مشارك في الجريمة. هو عمل ذاك لمصلحته يمكن، ولا كيما نقولوا احنا الغاية في نفس يعقوب، فهمت؟ يشوف معناتها من مصلحته أنه يدعم هؤلاء أو أنه يغض عليهم الطرف. لكن الآن بعد ما ذاق من الجرثومة هذه اللي رجعت لنا لبلادنا ودمرتنا وكسرتنا وعملت فينا اللي عملت واللي التوى ما زالت تعمل، هناك هذه الأحزاب ما يسمى اليمينية ظهرت وقالت هذه الجرثومة لازمنا نقضيو عليها، فهمت؟ إذا كيفاش باش يقضيو عليها؟ باش يقضيو عليها هي أنها لازم أوروبا، فهمت؟ ما عادش تتعامل معاهم، ما عادش تعطيهم الحرية، وباش تحد يعني كما نقولوا احنا تقص جوانحهم. احنا هذا هي مصلحتنا، احنا كمسلمين سابقين في مصلحتنا ان هذا ما يسمى باليمين المتطرف او السياسيين الغير ملتزمين انهم يضربوا هؤلاء، وفي نفس الوقت من مصلحتنا انهم يعطيونا احنا الكلمه، خاطر احنا ما عندناش الكلمه، فهمت؟ ما عندناش الكلمه باش احنا زاده نطوروا الشعوب نتاعنا ونوصلوا بهم الى يعني سده الحضاره والانسانيه. هذه النقطه الاولى. لو هؤلاء كما مثلا ترامب وصل توا للبيت الابيض ومن هنا الاربع سنين ما يعمل حتى شيء ويواصل سياسه امريكا النفاقيه، فهمت؟ يعني هنا نفهموا، فهمت؟ اللي هذا الكل مجرد كلام، وان اصول ترامب ما عنده حتى تاثير، ما هي الا دعايه ولعب على الذقون. وهكاك احنا نوليو ما عادش نفكروا في الغرب، ما عادش نفكروا في اوروبا كيما هما يفكروا في في في, في رواحهم، احنا نفكروا في رواحنا زادا ونبنيو حضارتنا، لان احنا باش يحترمونا وباش يقدرونا وباش يعاملونا كيما يتعاملوا مع انفسهم، يجب تكون عندنا مبادئ إنسانية حضارية حتى تكون خير من نتاعهم. يا أخي هما وصلوا قمة الإنسانية ما عندهم أفكار ولا أفكار تتطور. احنا نجم نجيبوا خير منهم وأحسن منهم. علاش احنا المفكرين نتاعنا والمبدعين نتاعنا معناتها العقول نتاعنا تمشي لأمريكا وتمشي لأوروبا؟ على خاطر ما تلقاش حتى شيء تعملوا في بلادها. إذا يمشيوا الغاديكا ويظهروا غاديكا ويتحسبوا عليهم، ما عادش تحسبوا علينا. يا أخي أمريكا شنية؟ ما هي مجمعة كل عقول العالم. وأوروبا شنية؟ ما هي مجمعة كل عقول العالم. هذا عدم التوازن وإظهار منطقة خير من منطقة أخرى، هذا هو الظلم. لأن هذه الأرض هي ملك كل البشرية، وما حق حتى شعب أو حتى الدولة أن تستغل شعب آخر. وما عند حتى حق حتى دولة أو حتى إيديولوجية إنها تفرض روحها وصية على العالم أو تتكلم باسم العالم. ما فماش هذا تتكلم باسم العالم، البشرية الكل تتكلم باسم العالم. هذه معناتها الرب الواحد، الفكرة الواحدة كرهناها. هذه معناتها مسخ الشعوب وجعلها معناتها تحت معناتها تخدم مصلحة شعوب أخرى، أو ما يسمى بالاستعباد والاستغلال، هذا ما عادش مقبول. وهذا زاد ما يكون لما احنا نعطيه قيمة لأنفسنا، خاطر هما ما همش ذنبهم. أنا مانيش اللوم فيهم هما، مانيش اللوم فيهم هما، هما عندهم الحق. لقى واحد ينجموا يستغلوه استغلوه. المشكلة فينا احنا اللي نخليو رواحنا، فهمت، يستغلونا، ونهار كنا نستناو في رحمتها، ونهار كل توا مثلا تشوف على الفيسبوك واحد وترامب وضرب تلقى المسلمين معناتها خايفين وكذا وكذا، وتلقى الملحدين انتصرنا انتصرنا. شنو انتصرنا؟ كيما نقولوا بالتونسي النعجه تتفوخر بنية العلوش. ايش باش انتصرت؟ امريكا على روحها انتصرت على روحها، امورها الخاصه شيمنا في ربها، هذيك امورها.
احنا شو عملنا لارواحنا احنا كشعوب سواء افريقيه سواء شرق اوسطيه غيرها؟ شو عملنا؟ نستناو في الديون نتاعها باش تعطيها لنا؟ هي تاخذ الثروات نتاعنا. احنا عندنا ما يكفينا باش نعيشوا احسن عيشه، هي اللي ما عندها حتى شيء. احنا عندنا كل شيء، كل خير، حتى عندنا اللذه في الحياه، عندنا الحياه الاجتماعيه عندنا. واحنا شنو نعملوا؟ لا نرجعوا لعهد محمد، نجيبوا لهم قطع اليد، يصير شيء طبيعي، فهمت؟ يقضيوا عليك، شيء طبيعي. خاصة هو راي الغرب أو أمريكا، ما يهمهاش أنك تقطع يد سارق ولا تجلد امرأة زانية، والتخلف هذا ما يقلقهاش. هاو يوقع في السعودية وحتى حد ما تكلم. عمرك شفت رئيس أوروبي ولا أمريكا ندد باللي يوقع في الجرائم في السعودية والأحكام الجائرة؟ لا، هي تخاف عندما هذاك الشيء يوصل لبلادها. إذا هي تحب تحده في بلادها، يعني هذا ما يسمى باليمين المتطرف، راه ماهوش يفكر فيك، يفكر في بلاده. هو يجي يقول لك اسمع أنت في بلادي يا إما تتبع الثقافة نتاعي والأفكار نتاعي والأمور نتاعي يا ما أخرج، وهذا عنده الحق فيه. هذا حقه من حقوقه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي حبيت نقولها، يعني أنا حبيت نشوف هذه الأحزاب هل تطبق ما تقول، وهل سوف تهتم بدولها وتنظف دولها وتقص جوانح الإسلاميين اللي موجودين في أوروبا اللي يخدموا بكل حرية، وتعطي الكلمة، أأمن أن تعطي الكلمة للمرتدين على الإسلام اللي يحبوا حتى هما يبنيوا بلادهم. أنا ما حاجتيش باش نكون تابع أوروبا، أنا نحب أستفيد من التطور والحضارة واللي وصلت له أوروبا، ونرجع نبني بلادي، أنا نكون بلادي. هذا هو المطلوب، فهمت؟ أما باش نقعد نخدم عندك؟ لا، ما نخدمش عندك. ما كنتي إنساني، أعمل لله في سبيل الله، طور الشعوب، ساعد إفريقيا، عاون إفريقيا، عاونها بالفعل، مش تسرق لها الثروات نتاعها وتخليها بالجهل والتخلف. النقطة الثانية اللي حبيت نقولها، يعني حبيت نشوف، احنا نعرف الإسلام المتطرف أو الإسلام الراديكالي اللي انتشر في أوروبا وترعرع في أوروبا الحديث، فهمت؟ أصبح الآن يهدد أوروبا ويهدد الغرب، لهذا معناتها ظهرت هذه الأحزاب الذي يطلق عليها متطرفة أو وطنية أو غيرها. النقطة الثانية هي حبيت نشوف هل هذه الأحزاب هل سوف تفرق من بين مسلم ومسلم سابق؟ هل سوف تفرق من بين مسلم عادي، أحمدي، فهمت، صوفي، إنسان عادي، فهمت، وبين المسلم الإرهابي والمسلم السلفي والمسلم حتى الشيعي الإرهابي، فهمت، إرهاب الدولة؟ خاطر ما تنساش اللي معناتها الشيعة حتى هما عندهم إرهابيين، لكن مازالوا راقدين، مازالوا يستناو في المهدي نتاعهم. يعني ما تقولوش يعني وفينا من السلفيين أكهو. الخطر الإيراني، خاطر أصول ترامب لو فعل معناتها ما يقول أنه لا يتدخل في سوريا ولا يتدخل، يعني هذا انتصار بإيران، كما انتصرت يعني في عهد حزبه في عندما سقط صدام وإسقاط صدام. يعني هذا الحزب اللي ينتمي له ترامب هو الذي أسقط صدام. علاش أسقط صدام؟ فهمت؟ على خاطر أصبح يرى صدام خطر على مصالحه في الخليج، ولكن في نفس الوقت، فهمت، يعني ساعد إيران لكي تنتشر في العراق ومعناتها تصل تربط الخيوط نتاعها إلى البحر الأبيض المتوسط، كما نسميوها في السترانش، فهمت، أتاكا فوخشيت، يعني هجوم من جهتين. يعني كان تعمل هذه مصيبة، كان تعمل هذه مصيبة. يعني أمريكا لقات نفسها في عهد حزب ترامب نفسه أنها عندها خيارين، يا إما توقف صدام عند حده وهكاكا تربح إيران، فهمت، يا إما تسكت على صدام وتخسر الخليج. وقررت في الأخير أنها، فهمت، تسقط صدام باش ما تخسرش الخليج، وتحاول باش تواجه إيران بطريقة أخرى. نفس الشيء الآن، وصول ترامب للحكم، فهمت، عنده خيارين، يا إما يواصل يدخل روحه في سوريا، فهمت، ويمنع إيران من السيطرة على كل هذه المنطقة، وإلا، فهمت، يجبد روحه وهكاك إيران انتصرت، فهمت، انتصرت في المعركة نتاعها. يعني هذه النقطة. إذا اللي حبيت نشوفه النقطة الثانية، أن هذه الأحزاب، خاطر أنا مثلا
عندما نمشي في أوروبا سواء في فرنسا ولا في هولندا ولا في أي بلاصة أخرى، ما مش بشي يغزروا لي أنا ملحد أو أنا مسلم سابق، بالعكس أنا يعاملوني كأي إنسان آخر. خطره هذه الأحزاب المتطرفة أو ما يسمى بالسياسيين الغير ملتزمين وما يعبرون على الشعب. أنا وقت نطلع المترو ولا الترينو في أوروبا على خاطر وجهي وجه مسلم، فهمت، حتى حد ما يقعد بحدايا، وهذه قلتها 20,000 مرة، فهمت، حتى في العمل يعني يحتطوا منك، اسمي محمد يعيطوا لي محمد، فهمت، مانيش اسمي أنا جون لوك وعيني أزرق وشعري أصفر. إذن أنا أنتمي إلى ثقافة، ثقافة شمال إفريقية، فهمت، وأحسب على المسلمين، يعني نقعد حتى لين نفسر لهم ولا نكتب لافتة راني مانيش مسلم، ما تجيش هذه. إذن أنا نحب نشوف هذه الأحزاب التي تطلق على نفسها تفكر في مصلحتها شنو باش تعمل؟ هل سوف يعني تعطي الكلمة للمرتدين على الإسلام، وهل سوف تساعد الشعوب الأخرى لكي تنهض بنفسها، أم سوف تواصل نفس السياسة الأوروبية هذه اللي موجودة توا، فهمت، تخليهم في الجهل والتخلف وتستغل الثروات نتاعهم والعقول نتاعهم وتستفيد منهم وهما ما يحصلوا على حد شيء. هكاك مش كل واحد يعني هكا ولا هكا، يعني معناتها سواء هذه الأحزاب يعني طبقت اللي قالته وهذا في مصلحتنا، كان طبقته بالفعل هذا في مصلحتنا، علاش احنا وقتها باش نفهموا، فهمت، اللي احنا لازمنا نعملوا على رواحنا وان نطوروا شعوبنا ونصوا لمستوى الحضاره. وكان ما طبقتش اللي قالته وواصلت على سياسه النفاق اللي يتبعوها، نفس الشيء احنا نفهموا اللي السياسه الغربيه مجرد كذبه وخدعه ودعايه واموال وكلام فارغ، وانها تفكر كان في مصلحتها وما تفكرش فينا، وهكذا نفكروا احنا في مصلحتنا. اذا احنا الحل الوحيد اللي قدامنا، فهمت، سواء كانت هكا ولا هكا ما يهمناش فيهم، يوصل لوبان، يوصل فيلدرز في هولندا، يوصل اي واحد ما يهمناش فيه، فهمت، احنا لازمنا نفكروا اللي يعيشوا في الدول الاوروبيه. مثلا انا شخصيا راني حاولت باش نندمج في المجتمع بتاعهم، ما نجمتش، انا مانيش في عمر باش ننجم نندمج، فهمت، يعني نبقى ديما نحب الثقافه نتاعي والهويه نتاعي، شيء طبيعي. اذا نعتبر نفسي انا مهاجر هنا، مهاجر، مجرد مهاجر، فهمت، حتى ولو احصر على الجنسيه اعتبر مهاجر. لازمنا نوضح الامور وتكون الامور واضحه. اللي يحب يندمج ويستطيع ان يندمج، خاصه اللي تولدوا كل شيء يزوم يندمجوا في المجتمعات اللي هما فيها ويصبحوا مواطنين بأتم معنى الكلمة، ويتخلوا على الإسلام والتخلف والانحطاط هذا والأفكار اللي تربوا عليها، يا إما نرجع لبلادنا ونبني بلادنا. ولكن قبل ما نرجع لبلادنا، فهمت، لازم الغرب يهز يده على الحكومات اللي موجودة اللي يدعم فيها، منها دول الخليج ومنها في شمال أفريقيا، فهمت، وهذوما معناتها الأوروبا أو الغرب ما يرفع يده لا ما توصل أحزاب تدعي الوطنية. وإحنا هنا باش نشوفوا من هنا لأربع سنين باش نشوفوا ترامب شنو باش يعمل، فهمت، وباش نقيمه، وباش تكون تجربة، وماذا بينا توصل يوصل اليمين المتطرف في فرنسا وفي هولندا. هل أنا كمسلم سابق، فهمت، سوف أعامل كإنسان أم سوف أعامل، فهمت، كالمسلمين؟ هل سوف يكون عندي الكلمة أنا ولا غيري، فهمت، وهل سوف معناتها يدعمونا؟ ما نقولوش أنا يدعمونا، يعطيونا معناتها، هي صحيح فما الحرية وفما كل شيء ونجم نعمل، لكن احنا ما عندناش إمكانيات، احنا ما عندناش أبار بترول ورانا. أنت تعرف، أنتم ما تعرفوا للملحدين كلها والمرتدين على الإسلام والخارجين على الإسلام الأرثوذكسي، فهمت، ناس على قد إمكانياتهم، فهمت، ما عندهمش لا لوبيات وراهم، لا لوبي مسيحي، لا لوبي قبطي، لا لوبي أي حاجة أخرى ما عندهمش، فهمت. هل سوف يساعدونا لكي نحرر دولنا ويرفعوا الحصانة على الحكومات اللي موجودة ونرجعوا لبلادنا ونبني ونتعايشوا مع بعضنا باحترام وسلام، أم سوف يواصلون سياسة الاستغلال والكذب والنفاق
إذا هذا هو رأيي، راني أنا ميهمنيش ربح ترامب، ربح لوبان، ربح فيلدارس، ميهمنيش. أنا بالنسبة ليا نفكر في شعبي كيما هما يفكروا في شعوبهم، احنا لازمنا نفكروا في شعوبنا، وما نجموا يحترمونا لما احنا نحيوا فكرة، فهمت، الإسلام والخرافات والجهل والتخلف، ونصبحوا إنسانيين ونوصلوا إلى مستوى الحضارة باش نجموا نتعاملوا معاهم ند لند، وما عادش يغزرونا بنظرة فوقية ولا إنهم هما خير منا. حتى شعب، حتى دولة، حتى حكومة، حتى إيديولوجية ما عندهاش الحق تكون وصية على العالم. العالم متنوع مختلف، ما فما حتى مشكلة مثلا في أوروبا، ولا حتى في أوروبا يعني أنها تكون معنتها تلاقح ثقافات، يعني أكلات عادات شمال إفريقية صينية هندية غيرها، حتى في الدول متاعنا لازمها تكون هذا التنوع، فهمت، ولكن يكون الثقافة الغالبة هي الأهم لكل شعب ولكل منطقة. هذه هي وجهة نظري في وصول ترامب، ميهمنيش في رب وأنا ترامب وصل ولا موصلش، ولكن حبيت نتأكد هل هؤلاء بالفعل يفكرون في بلدانهم ولا يتبعوا السياسة الاستعمارية، فهمت، الظالمة الغربية على العالم. وشكرا، ومع فيديو قادم. بسلام.